الحمد لله. اليوم بدينا اول حاجه اليوم موبيليزينا وسائل كبرى، هذا هو البليز امبورطون. بقى دوك ليتيليزاسيون التنسيق وكذا تجي مع الوقت، تجي ان شاء الله. مي اكبر كي الفو فوكس سو ترافاي و سيت انترفونسيون دين فاسون ريدوندونت، فهمت؟ يعني معناتها تتواصل تعاود، ماشي قال درنا الخطره هذه ومن بعد جات الصحافه ومن بعد راحت. حنا هذا العمل حبينا يكون عمل متواصل، عملنا بنا ولادنا لازم نعلموهم الثقافه دي حتى في المدارس. اي جايه الامور ان شاء الله نعلموهم هذه الثقافه. غدوه تصرى انونداسيا ولا يصرى بومباردوما ولا تصرى حرب ولا هو على باله وين يروح. هذا هو المشكل تاعنا، والمشكل تاعنا كون ندخلوا خاطر اختصاصي ندخل. احنا اليوم رانا مخلين القياده رانا نديريجيو من بعيد، مخلين القياده للحمايه المدنيه والمصالح المختصه، مصالح الامن بمختلف اسلاكها، المصالح الاخرى المدنيه اللي تتدخل. اليوم الحمد لله الولايه اصبحت عندها ان بلان اورساك حقيقي لي موان في لا ولايه. اون افي با انتونت، يفو دير لا فيريتي، مانيش باش نفتخر ولا نو، حنا هذه باش ناخذ نتعلموا ناخذ التجارب من العمل تاعنا، ماشي نقعدوا في قهوه ونهضروا. العمل يكون متواصل لي لا ولايه نافي با انتونت، او هنا الحمايه المدنيه وما هنا. الحمد لله سجلنا مبالغ ماليه، بنخدموا بصمت. امور كيما هذه تخدم تاع الدوله تخدم بصمت، واش نديروا ليكزيبيسيون. دونك حنا انا اللي يهمني بالدرجه الاولى العمل هذا، هما الاخوه السكان هنا يشوفوا باللي ممكن في يوم من الايام سيرتو لي نيدولي لي دي تريت النفايات هذه الصلبه. يا كي تشوفوا دوك اللي هنا جينا داخلين، لا كانت ولهتوا كي جينا داخلين العباديه، ما بعد ما درنا الناس مطيشه في الطريق في البواد في بون. هذه ماشي عمل تاع لازم نديرو في كل مكان بوليسي ولا دركي، هذا عمل ندخلو هذا الثقافه هذه ندخلوها في روسنا احنا قبل. احنا المسؤولين قبل ما نلوموش الشعب، لان لما احنا ندخلوها في روسنا وتولي هذه الثقافه موجوده نقدروا نروحوا بعيد، نقدروا اولادنا يتعلموا باللي كي يطيش قدام الواد وراح يرجع له لدارو. الواد غدوه احنا لقينا في واد في سوفي ورحتوا معنا، لقينا في الواد لقينا لي فريجيدير لي كركاس لي كركاس دي فريجيدير يطيشوا في الواد الداخل، يسكر لك الواد ومن بعد يقول لك هاي الدوله ما خدمتش وهاي فوضان وكذا ومنا الاحتجاجات. لازم لا كويزيون سوسيال هذه ما تجيش هكذاك، لازم نتعلموا نديروا حاجه. اولا قال البلاد ها تصرى فيها الحاجه الفلانيه واش نقدروا نديروا. اسكو دوك في هذه المرحله احنا انا نجربوا يا دي جون كي نو ريبوند با. لوزتي هي أقراص مطهرة ومرطبة للحلق، تساعد على تخفيف احتقان الحلق والأنف وبنكهات مختلفة، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. دي أم سي أم المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك.